الرئيس السيسي يتلقى وسام سان جورج الألماني تقديرا لجهوده في تحقيق الأمن والتنمية بمصر. عشرات المصابين في مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من المدن العراقية. استنفار في مطارات العالم بسبب كورونا، والصين تبدأ في تطوير لقاحات مضادة للفيروس. الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا لك دينا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لاختياره لتقلد وسام سان جورج الألماني، مؤكدا أن هذا الاختيار إنما يعبر عن مدى التقارب والتطور الذي تشاهدته العلاقات بين مصر وألمانيا خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، إلى جانب كونه شاهدا على ما حققته مصر مؤخرا من استقرار وبناء في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الفن والثقافة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم تسليم الوسام للرئيس السيسي من قبل هانز يواخيم رئيس الوفد الألماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة زمبر أوبر نيبال بمدينة دريزدن الألمانية. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولي لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة. يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 والتاسع والعشرين من يناير الجاري بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وإلى الشأن العراقي، حيث شهدت عدة مدن عراقية عودة الاحتجاجات بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة بعدما بشرت السلطات في فتح الساحات والشوارع في العاصمة والجنوب. وأفادت مصادر بأن محتجين قطعوا عددا من الطرق الرئيسة في وسط محافظة كربلاء وفي محافظة ذي قار الجنوبية. تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفي محافظة البصرة أقصى الجنوب عاد المتظاهرون إلى مركز الاحتجاج القريب من ديوان المحافظة. قرر مجلس الأمن الوطني العراقي نقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوبية من الجيش إلى الشرطة المحلية، ويشمل القرار محافظات واسط وميسان وبابل والديوانية والمثنى والنجف، إلا أن القرار لا يضم البصرة والناصرية. مع دخول المظاهرات في العراق شهرها الرابع، تصاعدت الأحداث في بغداد والمحافظات الجنوبية في ظل مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. القصة بدأت عندما أقدمت شرطة البصرة على اقتحام ساحة الاعتصام وحرق خيم المعتصمين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات كبيرة استمرت قرابة 6 ساعات وانتهت بعودة المتظاهرين إلى مواقعهم في ساحة البحرية وأم البروم في وسط المدينة. وفيما بدا أنه قرار رسمي لتفريق المظاهرات، تكررت مشاهد البصرة في العاصمة بغداد حينما حاولت القوات الأمنية أيضا اقتحام ساحة التحرير من جهة نفق الطيران، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين بالقنابل المسيلة للدموع قبل أن يتمكن المتظاهرون أيضا من التمسك بمواقعهم في الساحة.
وفي مدينة كربلاء وسط البلاد، شنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة بحق المحتجين الذين أغلقوا عددا من الطرق الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص والقنابل المثيرة للدموع في مواجهة المحتجين في كربلاء وبغداد وذي قار. كل هذه التطورات دفعت مجلس الأمن الوطني العراقي إلى نقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوبية من الجيش إلى الشرطة المحلية، وهي محافظات واسط وميسان وبابل والديوانية والمثنى والنجف، بينما لم يشمل القرار محافظتي البصرة وذي قار. وبالتزامن مع هذه التطورات، طالبت مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق السلطات في بغداد بضرورة حماية المتظاهرين السلميين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو 4 أشهر، وأوضحت أن الخطوات المتخذة من قبل السلطات العراقية ليست كافية لحماية المتظاهرين. ومنذ 20 يناير تكررت الصدمات بين المحتجين والقوات الأمنية إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسياسيين من أجل تنفيذ مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب المطالبة بالقضاء على ما وصفوه بالفساد المتجذر ورحيل النخبة التي تمسك بمقاليد الحكم منذ عام 2003. استأنف الجيش الألماني تدريب الجنود العراقيين في شمال العراق، وذلك بعد توقف لنحو 3 أسابيع. كانت تدريبات الجيش الألماني قد توقفت على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني جراء ضربة جوية أمريكية. المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها في الصين البدء في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد. من جانبه أكد وزير الصحة الصيني ما خياو أن قدرة فيروس كورونا الجديد على الانتقال بالعدوى تزداد قوة، وأن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع. وأشار الوزير الصيني إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما، وأن الفيروس معد خلال فترة الحضانة أو معدن خلال فترة الحضانة. تسابق الصين الزمن من أجل تشييد المستشفى الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، ويتوقع أن تكتمل أعمال البناء والتشغيل قبل حلول يوم 3 فبراير، حيث ستستفيد المستشفى من خبرات مستشفى شياو تشانغان في بكين الذي لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس سارس عام 2003. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستجلي دبلوماسييها وعددا محدودا من مواطنيها بمدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد. وقالت الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهتها إلى المواطنين في الصين أنها تنظم رحلة جوية واحدة من مدينة ووهان بوسط الصين على أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى سان فرانسيسكو، ودعت المواطنين الأمريكيين الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول إلى الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تشكيل فريق استقبال طبي في مطار تشارلي دي غول لرعاية المسافرين وفحص القادمين من الصين لتفشي فيروس كورونا القاتل. من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن لندن تدرس جميع الخيارات لمساعدة البريطانيين في ووهان الصينية على مغادرة المنطقة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد. كان الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مراقبة حدودية واسعة النطاق لمنع انتشار فيروس كورونا، مع إلى اهتمام وثيق لكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية. أعلنت السفارة المصرية في الصين إنشاء مجموعة عمل للتواصل مع أبناء الجالية في مدينة وهان لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد. ودعت السفارة كافة أبناء مصر في المقاطعة إلى الانضمام للمجموعة لتقديم كل عون ممكن للمصريين هناك لحين انتهاء هذه الأزمة. أكد وزير الصحة السعودي دكتور توفيق الربيع أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة السعودي أن المملكة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس، وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة. أفادت مصادر سورية بأن الجيش حقق تقدما جديدا شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أنه يبعد مئات الأمتار عن مدينة معارة النعمان الاستراتيجية ثاني أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري سيطر خلال الساعات 24 الماضية على 7 بلدات رئيسة في محيط مدينة معارة النعمان، موضحا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءا من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق. شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات لقوات الحوثي في صنعاء والجوف، واستهدفت طائرات التحالف العربي مواقع وتحركات قوات الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ومنطقة نهم شرقي صنعاء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه التفاوض مع إيران حال اشتراطها رفع العقوبة عنها. وقال ترامب في تغريدة له عبر تويتر إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أدى استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبة عنها، مؤكدا أن واشنطن ترفض هذا العرض. من جهته رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نافيا بأن يكون قد صرح برغبة طهران في التفاوض مع واشنطن. وغرد ظريف عبر تويتر قائلا إن ترامب اعتمد على ترجمة خاطئة للقائه لصحيفة دير شبيغل ولم يعتمد في تصريحاته على حقائق، وذكر أنه تحدث عن وجود فرصة لعودة إدارة ترامب إلى طاولة المفاوضات في إطار الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة. قالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر إن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علاوي سيجتمع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم في طهران لبحث أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقالت الوزارة إن الوزيرين سيجتمعان لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. انتقد زعيم المعارضة الإسبانية المحافظ بابلو كاسادو رفض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لقاء زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو. وقال كاسادو عقب لقائه غوايدو إن رئيس الوزراء صاحب الاتجاه الاشتراكي عليه أن يقرر ما إذا كان سيقف إلى جانب الديمقراطية في فنزويلا أم إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو. وتأتي زيارة خوان غوايدو المثيرة للجدل في إسبانيا في إطار جولته الأوروبية لحشد الدعم للمعارضة في فنزويلا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى 35 قتيلا فضلا عن نحو 1500 مصاب. كان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب تركيا، ما تسبب في تعرض العديد من المباني في المدينة للدمار، وكذلك طال الدمار قرى المنطقة أيضا.
قال المدير التنفيذي بمعهد الطاقة لجنوب شرق أوروبا إن تحركات أنقرة شرق البحر الأبيض المتوسط قد تأخذ منعطفا نحو الأسوأ، وأشار إلى أن الاتفاقية البحرية التي وقعها إردوغان مع السراج تنتهك المياه الإقليمية لليونان، وأن موقف تركيا يتماشى مع تطلعات إردوغان العثمانية الجديدة. وحذر المدير التنفيذي لمعهد الطاقة من إمكانية أن تجد تركيا نفسها في مواجهة القوات الأمريكية التي تتواجد بقوة في هذه المنطقة. أعلن برلماني من حزب العدالة والتنمية في ديار بكر استقالته من الحزب الحاكم، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين ورئيس سابق لشعبة الحزب. والنائب المستقيل من حزب العدالة والتنمية هو نائب محافظة ديار بكر جمعة إتشتان، والنائب السابقان عن الحزب عبد الرحمن كورت وعلي إحسان مردان أغلو، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة حزب العدالة والتنمية في مدينة ديار بكر أيدن التاش. نشرت محكمة المحاسبة تقريرا رقابيا يتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالفساد خلال إدارته لبلدية اسطنبول. وفقا لمحكمة المحاسبة التركية، فإن الحزب لم يقم بتحديث البيانات الخاصة بحسابات الأملاك غير المنقولة لبلدية اسطنبول، ولم يقم بإدراج عائدات الإدارة والممتلكات غير المنقولة التي خصصتها الإدارة في سجلات المحاسبة. أعربت جمعية الصحفيين بمحافظة إزمير التركية عن غضبها بسبب إلغاء البطاقات الصحفية للصحفيين المعارضين لنظام أردوغان. وقالت الجمعية إن الهدف من قرار إلغاء البطاقات هو منع الصحفيين من ممارسة عملهم وترهيبهم، وتوحيد صفوف الصحفيين لجعلهم أصوات الحكومة ليتحدثوا كما يريد أصحاب السلطة وفي الاتجاه الذي يريدونه. ويتعرض الصحفيين في تركيا للضغوط والتهديد بالحبس أو حتى بالقتل بسبب انتقادهم للأوضاع السياسية والاقتصادية. كشف النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي تيكين بينوغول أن 426 طفلا عاملا فقدوا حياتهم خلال السنوات السبع الأخيرة، وأكد أن 67 طفلا فقدوا حياتهم في تركيا خلال العام الماضي فقط أثناء عملهم. وكشف النائب بحزب الشعب أن عدد الفتيات التي فقدن حياتهن أثناء العمل ارتفع إلى 3 أضعاف، مرجعا ذلك إلى الاستغلال المكثف للفتيات خاصة في القطاع الزراعي. قال ستيفن باركلي وزير الشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت إن لندن ستحدد المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأهدافها في اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل. وأضاف الوزير إن الفرصة الرئيسة هي أن لندن ستتمكن من تحديد معاييرها فيما يتعلق بحقوق العمال والبيئة ودعم الدولة في إطار سياسة تجارية مستقلة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سارة كيرا الخبيرة في الشؤون الأوروبية. مرحبا بك دكتورة سارة على إكسترا نيوز. أيام قليلة بل ساعات تفصل بريطانيا على الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملف التجاري والاقتصادي. كيف سيكون مستقبل العلاقة بين الطرفين؟ يا فندم، هو بالفعل يوم 31 يناير هيكون يوم التصديق على الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم تبدأ المرحلة الانتقالية حتى 31 ديسمبر من العام الحالي. فهنبتدي العملية الانتقالية حتى يتم الاتفاق بين الطرفين، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على شكل العلاقة في ملفات عديدة كانت ممزوجة ما بين الطرفين، منها زي ما حضرتك ذكرتي البيئة والعمال والتجارة والنقل ومستقبل المقيمين من المملكة المتحدة في أوروبا والعكس صحيح. فكل دي ملفات هتكون هنبتدي مرحلة الديل أو النو ديل، لأن لسه وردة إن يكون يعني إن يكون مفيش اتفاق على الكثير من الملفات أو الاتفاق على بعضها وبعضها الآخر، لا. فهتبتدي المرحلة دي كما ذكر ستيفن باركلي وهو المسؤول عن المفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، هيبتدوا المرحلة الانتقالية دي لتحديد أطر وشكل العلاقة ما بين الاتنين، وسواء هيكون في اتحاد جمركي، هيكون في استثناء معين للمملكة المتحدة للاستفادة من السوق المشتركة الأوروبية أم لا، كل ده هيتحدد.
طيب، يعني أيهما في موقف أفضل في الفترة المقبلة دكتورة سارة؟ بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي وعيونها الآن تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة المزمع توقيعها مع واشنطن ربما تعوضها إلى حد ما من الخروج من الاتحاد الأوروبي. على الجانب الآخر الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يعني أن يكون الانفصال عن بريطانيا ربما أمرا سهلا حتى لا تلتحق بها دول أخرى وتخرج هي الأخرى من الاتحاد الأوروبي بشكل ميسر. كيف يمكن فهم العلاقة بين الطرفين في هذا التوقيت الحساس؟ بالضبط زي ما حضرتك ذكرت يا فندم، الاتحاد الاوروبي لن يجعل خروج المملكه المتحده بالامر السهل من الاتحاد، ولكن دي بريطانيا وليست دوله صغيره من الدول شرق اوروبا او دوله تعتمد او تقوى او تستقوى بوجودها في الاتحاد الاوروبي. بالعكس بريطانيا من اقوى الاقتصاديات اللي موجوده في كانت في الاتحاد الاوروبي، والان تتجه انظارها لفتح سوق اكبر مرات أكبر وشراكات أكبر زي ما حضرتك ذكرتي مع الولايات المتحدة وكمان مع أفريقيا وفتح سوق كبيرة لمستثمريها للاستثمار في أفريقيا حتى عشان تكون أرخص في العمالة وفي الموارد وإلى ذلك. وكذلك الاتحاد الأوروبي، يعني الطرفين بيسعوا إلى توسيع نطاقهم، ولكن الاتحاد الأوروبي عنده القليل من الخجل أو القليل من الروتين والبروتوكولات المشددة جدا في عملية التوسع، لأن برضو الاتحاد الأوروبي تتجه أنظاره إلى غرب البلقان وتتجه أنظاره للتوسع والاستثمار، وكذلك له شراكات واستثمارات كبيرة جدا مع أسواق كبيرة جدا ومنها الصين مثلا. أوكي، فالطرفين بيتجهوا للتوسع والطرفين بيتجهوا، ولكن بريطانيا في الحديث عن بريطانيا فهي ليست دولة صغيرة أو اقتصاد صغير، وبتحاول دلوقتي تتغلب على كل حتى بميزانيتها وسياساتها الداخلية المتعلقة بإدارة المال والاقتصاد، بتحاول تتغلب وبتعمل أي تحركات استباقية لحالة الكساد اللي كان متوقع أن تصيبها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فالطرفين فعلا بيتوسعوا، ولكن هناك طرف أسرع من الآخر وليس أقوى ولكن أسرع، وهي بريطانيا. طيب، يعني أيضا بريطانيا لديها أسواق سوف تركز عليها في الفترة المقبلة. ذكرنا لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك أيضا الأسواق الأفريقية، وكانت هناك يعني منذ أيام قليلة انعقدت قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار في المملكة المتحدة. هناك دول كومنولث والهند أسواق كبيرة، هناك أيضا الصين. كيف يمكن فهم التوازن الذي سوف تلجأ إليه بريطانيا للاستفادة من هذه الأسواق الكبيرة والواعدة وفي يعني في نفس الوقت تحافظ على التوازن مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل سيسمح لها بذلك أم سيعني يضع أمامها يعني عوائق كثيرة؟ بالضبط، هو لن يكون بالسهل، ولكن دلوقتي اعتقد ان اللي هيكون سائد في المرحله القادمه هي المصالح. الاتحاد الاوروبي سوف يبحث عن مصلحته، وبتهيالي خلاص هيتغاضوا عن قصه ان بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي، ولكن لان برضو دي بريطانيا حاله استثنائيه، مش هنيجي مثلا نشوف دوله تانية اصغر او اقتصادها اقل وتسعى للخروج من الاتحاد الاوروبي، خاصة ان الاتحاد الاوروبي خاصة في الازمة الاقتصادية اللي فاتت اللي قعدت 8 سنين من 2008 حتى من سنة، ساعدوا دول كتير صغيرة واقتصادياتها اصغر على النهوض واستعادة مكانتهم تاني في الاتحاد الاوروبي. فرجوعا لسؤال حضرتك، بريطانيا هناك داخل من ينتقدون تحركات بريطانيا ان هي اتأخرت، يعني كان في خاصة في القمة الإفريقية، يعني هناك انتقادات دي بريطانيا متأخرة جدا، ده في كان قمة هندية إفريقية روسية إفريقية وما إلى ذلك، تتكالب القوى الإقليمية والعظمى على الاستثمار في أفريقيا، وفي انتقادات إن بريطانيا جاية متأخرة في هذا السباق على الاستثمار في أفريقيا. فالنهاردة في طرف زي ما قلت لحضرتك أسرع من الآخر، وأوروبا بتهيألي ستمضي أو هتموف أون على حكاية معاقبة بريطانيا على خروجها، لأنه تم بالفعل الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهيبتدوا ينظموا يشوفوا أنهي المصلحة القصوى اللي ممكن يستفيدوا بيها من بعضها. ولكن
ولكن هيكون العقاب او العواقب كما حضرتك ذكرتي هيكون في ان بريطانيا برضو مش هتحصل على، طبعا هتكون المفاوضات صعبه جدا وشديده جدا ما بين الطرفين، وهنبتدي نشوفها يعني بدات حتى حرب التصريحات، يعني تصريحات شديده من جانب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي يقول لن نكون مستقبلين للقواعد لكن سنكون متحكمين في قواعدنا. فعلا هو النهارده تصريحاته كانت شديده جدا، ان هو وكانهم حصلوا على الحريه اخيرا من الاتحاد الاوروبي، لان فعلا قوانين الاتحاد الاوروبي شديده جدا وبروتوكولاته شديده جدا ومؤسساته كتيرة جدا فعلا، وده كان البريطانيين شايفينه ان هو بيأيد حركة نمو بريطانيا واقتصادها وتحركاتها الأوسع. فالنهاردة هتكون المصلحة غالبة، يعني هيكون العواقب ان فعلا مش هيدوها وضع استثنائي كما كان الوضع سابقا، ولكن هتغلب المصلحة. يعني لو الاتحاد الأوروبي دي مصلحة في ان يعطي استثناء للمملكة المتحدة هيديها لها. وضحت الفكرة دكتورة سارة كيرا الخبيرة في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار محكمة العدل الدولية بوجوب اتخاذ تدابير لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، ودعت المنظمة ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح الشعب الروهينجا. كانت الهند قد احتفلت بعيدها الوطني والذي يؤرخ لنهاية الحكم البريطاني عام 1947 وإقامة الدولة الهندية المستقلة، وقد تجمع الآلاف في العاصمة الهندية نيودلهي لمشاهدة العروض العسكرية بمشاركة الدبابات والمدرعات والحشود العسكرية المختلفة. رفعت سفارة جمهورية الهند بالقاهرة العالم الهندي احتفالا بالذكرى 71 لعيد الجمهورية، واستقبل السفير راهول كولشريشت المهنئين من الجالية الهندية ومن المصريين. وفي تصريحات خاصة لإكترا نيوز أكد السفير على عمق روابط مع مصر، مشيرا إلى أنها تتسم بتطورها ثقافيا واقتصاديا. لدينا مع مصر روابط حضارية، كما أنني سعيد بالاستقرار والاستمرار والاهتمام الكبير في علاقتنا بها، وهي تتسم بأنها دائما علاقات ذات نوايا جيدة وتزداد على مر السنوات، كما يزداد التعاون بيننا ليشمل مجالات جديدة. وأعطت زيارة الرئيس السيسي للهند دفعة جديدة لهذه العلاقات، وأنا واثق أنه في السنوات المقبلة سيكون هناك مزيد من التوسع في هذه العلاقات، كما بالعلاقات الثقافية والشعبية. ففي كل مكان أزوره في مصر ألاحظ الحب والنوايا الطيبة من المصريين تجاه الهند، وهو أمر مهم يساعد في ثبات علاقاتنا. استخدمت شرطة هونغ كونغ قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق متظاهرين خلال احتجاجات في منطقة تسوق مونغ كوك المزدحمة. كان مئات الأشخاص قد تجمعوا على أرصفة بالقرب من أحد مراكز التسوق متجاهلين دعوات الشرطة بعدم التظاهر في أول احتجاج في السنة القمرية الجديدة.
اتهمت كوبا الحكومة المؤقتة في بوليفيا بالسعي لتدمير العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا. كما اتهمت كوبا أيضا واشنطن بالضغط على بوليفيا لقطع علاقاتها الدبلوماسية معها عقب رحيل الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس عن السلطة وسعي الإدارة الحالية لتوثيق علاقاتها مع الرئيس ترامب. ظهرت عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لأول مرة منذ 6 سنوات بعد إعدام الأخير لزوجها عام 2013. وقد ظهرت كيم كيونغ هوي التي توصف بالقوية ذات النفوذ علنا تجلس قرب كيم جونغ أون خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونغ يانغ. وكيم هي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إل، وقامت بدور بارز خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الحالي كيم جونغ أون. تنطلق في بيرو اليوم انتخابات برلمانية جديدة لاختيار 130 عضوا بمشاركة نحو 24 مليون شخص ممن لهم حق التصويت. وكان الرئيس مارتن فيزكارا أمر بحل البرلمان في سبتمبر الماضي بعد أن أخفق في حجب الثقة عنه ودعا لانتخابات جديدة. قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب سبعة آخرون في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة جنوب البرازيل. وقالت هيئة الدفاع المدني أن 17 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. وأجبرت الانهيارات الأرضية أكثر من 2600 شخص على مغادرة منازلهم. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار في نزل بشرق كوريا الجنوبية. قد وقع الانفجار في الطابق الثاني من النزل، حيث كان 7 نزلاء يستخدمون موقد غاز لشواء اللحم. شارك اللواء خالد دفولة محافظ جنوب سيناء مديرية أمن المحافظة احتفالها بعيد الشرطة 68 من داخل معسكر قوات الأمن المركزي بطور سيناء. ووضع فودة واللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لرجال الشرطة. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أشاد محافظ جنوب سيناء بتدريب قوات الأمن والعروض القتالية، مشيرا إلى أن السياحة استعادت رونقها بفضل جهود الرئيس السيسي وتضحيات الشرطة. احنا بنعيش اجمل واروع ايام المحافظه من امن واستقرار في جميع المجالات في الحقيقه، وده انعكس على السياحه وانعكس على امورنا كلها. لذلك انا دائما ما اقول ان فعلا السياحه رجعت بفضل الجهود السياسيه وجهود سياده الرئيس وتضحيات رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه في الحقيقه. تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد دورات رفع كفاءة الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والإداريين بمحافظة جنوب سيناء تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. كما تفقدت الوزيرة خلال الجولة مدينة الطور لمتابعة آخر الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بحي الزهراء ومشروع إنشاء مستشفى الطور التعليمي الجديد على مساحة 30,000 متر مربع كي يصبح صرحا طبيا وفقا لأعلى معايير الجودة الإنشائية. في مشروعات ماشية بمعدل أكتر من الخطة الزمنية زي هنا وحدة أو مركز الزهراء، وفي أوبرديس كمان خلصت في وقت كويس جدا، وإحنا ماشيين بنتابع. والنهاردة حضرت التدريب لمجموعات من التمريض والشؤون المالية ومجموعات من الأطباء في مستشفى شرم الدولي اللي هي اخترناها من الأول كمكان للتدريب لكل القوى البشرية. تفقدت وزيرة التضامن نيفين القباج يرافق محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان دار مأوى ضحايا الاتجار بالبشر بمركز توخ تمهيدا لافتتاحه خلال مارس المقبل. وقامت وزارة التضامن بتجهيز المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في مصر. كما تفقدت الوزيرة مجمع خدمات المرأة المتكامل بمدينة بنها والذي يحتوي على عدد كبير من الخدمات المقدمة للمرأة بالمحافظة، منها مركز لاستضافة المرأة والمزود بأماكن للإقامة والإعاشة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بأكثر من ثلثي الأعضاء بصورة نهائية على مشروع قانون الزراعة العضوية ومشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية. يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة. قالت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الاتحات العاجلة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020 بقيمة تصل إلى 28 مليار و17 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وعدد آخر من الجهات الحكومية. وأشار بيان للمالية إلى أن هذه الاتحات تمكن الجهات المستفيدة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا يرافقه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ بورسعيد عادل غضبان أول محطة متكاملة في مصر لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والشحن الكهربائي والتي تمت إقامتها في محافظة بورسعيد. أقيمت المحطة الجديدة باستثمار مصري إيطالي مشترك بين قطاع البترول ممثلا في شركة غاستيك وشركة إيني الإيطالية. تعد المحطة أول استثمار من نوعه للشركة الإيطالية في مصر في مجال إقامة محطات تموين السيارات بالوقود والتي تحمل العلامة التجارية للشركة لأول مرة. كما شهد وزيرا البترول والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد توقيع بروتوكول تسليم الوحدة الصحية ومركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي. احنا الحقيقة من سنة ونص سنتين ابتدينا نتكلم معهم انه ليه ما نبتديش نتعامل معهم في نمد هذه الشراكة إلى محطات وقود متكاملة يبقى فيها وقود سائل اللي هو البنزين بكافة أنواعه والسولار. ومن هنا بدأنا فعلا زي ما بنقول ومن بداية الانطلاق بتاعتنا معهم محافظة بورسعيد المحافظة الكبيرة بتاعتنا معهم وأكبر مشروع اللي هو زهر. فالحقيقة سيادة المحافظ خصص لنا قطعة أرض مناسبة علشان تحتوي على أول مرة تنزل شركة إني بهذا الشعار بتاعهم اللي يبقى فيه بنزين وسولار وغاز طبيعي مضغوط. وكمان بما ان احنا كمان بنتكلم على البيئة وان احنا نشتغل على الوقود النظيف فكمان المحطة فيها التموين بالكهرباء. الحياة تجربة انا سعيد جدا جدا بيها لان هنا نقلة نوعية كبيرة مش بس مركز شباب لكن هو فعلا احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان هو مركز خدمة مجتمعي للشباب. شفنا فوق مكان لأندية المرأة والفتاة للتعليم الحياكة وتطوير مهارات السيدات والفتاة، وشفنا كمان المركز التعليمي والمركز التثقيفي اللي موجود والمكتبة على أعلى مستوى مركز كمبيوتر على أعلى مستوى. لما بنيجي هنا مكان للأسرة ومنطقة ألعاب الأطفال وأيضا نادي صحي مفتوح ونادي صحي الطبيعي بتاعه. هنا كمان في الرياضة تم اهتمام بحاجة ان يكون ملعب متعدد الأغراض ليس فقط عبارة عن ملعب نجيل صناعي لكرة القدم. هو تخيل احنا بورسعيد من أقدم أحياء بورسعيد حي العرب والمناخ ما كانش وصل لهم حتى الآن الغاز الطبيعي بالتنسيق مع معالي وزير البترول، والنهاردة تم توصيل الغاز الطبيعي لأهلنا في حي الضواحي والمناخ ودي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بورسعيد مراسل إكسترا نيوز محمد بهاء. أهلا بك بهاء، إذا يعني معك الكلمة تطلعنا على تفاصيل هذه المحطة وأبرز التصريحات التي أدلى بها المسؤولون. نعم دينا، تحياتي لك والسادة مشاهدي إكسترا نيوز من محافظة بورسعيد التي شهدت اليوم بالفعل كان يوم ممتلئ وحافل بالعديد من افتتاح المشروعات الخدمية للمواطنين في محافظة بورسعيد بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وأيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووفد من مسؤولي الشركة إني الإيطالية العالمية والتي تدير حقل الظهر لإنتاج واستخراج الغاز الطبيعي من
غرب محافظة بورسعيد. لعلك ذكرتي عن افتتاح أول محطة متكاملة للغاز والوقود بتقيمها شركة غازتك، وهي إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع البترول المصري، وأيضا شركة أني الإيطالية العالمية، وهو يعتبر أول نشاط من نوعه أو أول استثمار من نوعه لشركة أني الإيطالية في مصر، إقامة مثل هذه المحطات المتكاملة التي تتيح تموين السيارات بالوقود السائل وأيضا الغاز الطبيعي، وأيضا هناك شحن سيارات كهربائي يعتبر للمرة الثانية في محافظة بورسعيد. لعلك تعلمي أنه هذا يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. اتجه بعد ذلك الوفد المرافق بالطبع لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إلى افتتاح احتفالية أول شعلة لأحد المنازل لتوصيل الغاز بمنطقة حي العرب، وأيضا ثم اتجه الوفد إلى ميناء غرب بورسعيد لحضور احتفالية رفع العلم المصري على أول نقلتين نفط تابعتين لوزارة البترول أو شركة مصر للبترول. أيضا في إطار المشاركة المجتمعية في محافظة بورسعيد اليوم وبحضور وزير الشباب والرياضة وأيضا باقي الوفد، تم افتتاح مركز الشباب الشيخ زايد بمنطقة حي الإمارات على مساحة 4747 متر مربع بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه مصري، وهي أيضا منحة مجتمعية من الشركة الإيطالية. هذا المركز بيحتوي على ملاعب ونادي اجتماعي وأيضا مكتبة متطورة ومعمل حاسب آلي إضافة، وهو بالطبع كما ذكر لنا وأكد وزير الشباب والرياضة أنها إضافة لمنظومة الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد. أخيرا وليس آخرا، تم افتتاح وحدة صحة أسرة الشيخ زايد بمنطقة الحي الإماراتي. ربما هذا هو المشهد وبافتتاح العديد من المشروعات الخدمية في محافظة بورسعيد. وأعود لك بالكلمة مرة أخرى لدينا. شكرا جزيلا لك محمد بهاء مراسل إكسترا نيوز في بورسعيد. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، والذي من المقرر أن يستمر حتى 4 فبراير المقبل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت. شكرا جزيلا لك فاطمة، من هنا من قاعة رقم 3 تحديدا، هذه القاعة التي تحتضن الأجنحة الخاصة بالدول العربية والخليجية فضلا عن الدول الإفريقية المشاركة في هذه الإطلالة الجديدة من معرض القاهرة الدولية للكتاب. نتحدث عن الدورة الأولى عقب اليوبيل الذهبي العام الماضي، الدورة 51، مشاركة إفريقية ملحوظة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. تأتي دولة السنغال كضيف شرف هذا المعرض لهذا العام. بحلول 10 صباحا يفتح المعرض وأبوابه للجمهور لاستقبال الجمهور، وحتى 7 مساء ما رصدناه من خلال تواجدنا هنا في الساعات الأولى في اليوم 4 لاستقبال الجمهور هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما بين الأطفال والشباب والكبار والصغار، الأسرة المصرية والعربية والإفريقية أيضا الذين جاءوا إلى هنا ليستمتعوا ربما بالأجواء الثقافية هذه كالندوات الثقافية التي تعقد على هامش هذه الدورة، وأيضا لشراء ما يحلو لهم من الكتب المعروضة هنا في الأجنحة المختلفة. لو تحدثنا أيضا بالأرقام زميلتي فاطمة، فنجد هنا 900 ناشر عربي ومصري وإفريقي في هذه الإطلالة، وأيضا عن الأجنحة تحديدا 808 جناح هنا في الدورة 51، وفعاليات ثقافية عديدة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الثقافة المصرية بجدول يومي للفعاليات الثقافية كالندوات، وأيضا على كل هذا هناك حفل توقيع وحفلات توقيع للشباب وإتاحة الفرصة للشباب لعرض يعني مؤلفاتهم في هذا الصرح الكبير هنا في مركز مصر. الآن عودة مرة أخرى إليك مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا الزميل إبراهيم عزت، كنت معنا من مقر إقامة المعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، شكرا جزيلا لك.
في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، أطلقت وزارة القوى العاملة مهنتك مستقبلك للتدريب المهني من خلال وحدات متنقلة لتدريب الجنسين على بعض المهن، بهدف الخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني. مهنتك مستقبلك، مبادرة أطلقتها وزارة القوى العاملة بهدف الوصول إلى كل راغب في التدريب في محل إقامته وللتشجيع على العمل الحر، حيث يتم خلالها إطلاق وحدات تدريبية متنقلة تجوب الكرة والنجوع. حنان بكري اعتادت أن تأتي لهذه العربة المتنقلة مبكرا بعدما التحقت بهذه المبادرة. هي فكرة حلوة وجميلة، وعلمتنا ان احنا نتعلم الخياطه والتفصيل ويبقى لنا هدف، يعني حاجه حلوه ان احنا يبقى لنا هدف ان الواحد يتعلم ويشتغل ويفكر ان هو يبقى له مشروع يعمل انتاج. انا كنت جايه مش عارفه اقعد على المكنه، ازاي اقص، ازاي اخيط، ما كنتش عارفه اي حاجه، بس الحمد لله في خلال الشهر دي اتعلمت حاجه كتيره جدا. المبادرة تمنح التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة. مهنتك مستقبلك، سيارة متنقلة موجودة عندنا هنا في الفيوم في قرية العدوى، بقالنا 3 شهور دلوقتي. النهاردة الاختبارات زي ما حضرتك شايف كده، مندوبين الوزارة جايين يمتحنوا الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وعلشان بعد كده إن شاء الله المرحلة اللي بعد كده نحن نختار أحسن 3 من البنات دولة ونديهم الجائزة بتاع معالي الوزير. كل واحدة هتاخد مكنة خياطة بعد التدريب اللي تم بالنسبة لها. وفي نهاية الدورة التدريبية يتم اختيار 3 الأوائل المتفوقات تمهيدا لمنحهم مكينة خياطة كي تستطيعن أن تبدأ مشروعاتهن الخاصة ليجلب عليهن دخلا جديدا بما يسهم في توفير حياة كريمة. يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد بالمنتخب التونسي اليوم في نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليا على الأراضي التونسية، وسيتأهل الفائز من هذه المباراة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني والثالث تصفيات الملحق العالمي من أجل التأهل للأولمبياد. ينطلق في 5 من مساء اليوم حفل افتتاح الألعاب الإفريقية الأولى لأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوي في أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول اللاعبين من 42 دولة إفريقية يتنافسون في 4 رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي. يواجه فريق الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويحتاج إلى 4 نقاط للصعود رسميا لدور المجموعات. يواجه الإسماعيلي اليوم فريق الاتحاد السكندري في إياب الدور ربع النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مباراة مصرية خالصة. كان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الإسكندرية بهدف دون رد سجله محمد الشامي. يستضيف بيراميدز نظيره إنينغو رينجرز النيجيري اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة 5 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان بيراميدز ضمن التأهل للدور ربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة في 4 انتصارات متتالية.
يلتقي فريق المقاولون مع طنطا اليوم في الجولة 15 من الدوري الممتاز. يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة. يحل ريال مدريد ضيفا على فريق بلد الوليد اليوم ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإسباني. يسعى ريال مدريد للفوز بالمباراة لمواصلة المنافسة على اللقب. وشهدت التدريبات الجماعية للريال غياب جاريث بيل جناحي الفريق بسبب الإصابة، بينما وصل الثنائي إيدن هازارد وماركو أسينسيو عملية تعافيهما من الإصابة. يواجه يوفنتوس مضيفه نابوليا اليوم في قمة منافسة الجولة 21 من الدوري الإيطالي، ويبحث اليوفي عن الانتصار لتعزيز صدارته للمسابقة. في المقابل يأمل نابولي في تحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب، وذلك بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق بالدوري. يواجه فريق باريس سان جيرمان مضيفه ليل اليوم في الجولة 21 من الدوري الفرنسي، وأعلن نادي العاصمة غياب مدافع ماكنيس لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأخيرة، ويحتل سان جيرمان صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة. يلتقي ليفربول مع شروزبري اليوم في دور 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي. كان ريدز تأهل عقب تغلبه على إيفرتون بهدف نظيف. من المنتظر أن يمنح مدرب ليفربول الفرصة للعناصر التي لا تشارك باستمرار مع الفريق في بطولة الدوري. وصل الصربي نوفاك ديكوفيتش حامل اللقب مسيرته ببطولة استراليا المفتوحة للتنس، وتجاوز منافسه الأرجنتيني دييغو شواتزمان فائزا عليه بثلاثة مجموعات متتالية ليصعد لدور الثمانية في البطولة للمرة 11. صنعت التونسية أنس جابر التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وأصبحت أول لاعبة عربية تصعد إلى ربع نهائي في البطولات الأربع الكبرى. جاء تأهل أنس جابر بعد فوزه على اللاعبة الصينية بمجموعتين دون رد، وكانت أنس جابر هزمت كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق. أنهت الأمريكية صوفيا كيان مسيرة مواطنتها الشابة كوكو غوف ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما فازت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة لتصعد لدور الثمانية. وكانت غوف فازت في الدور السابق على حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا بعدما هزمت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في الدور الأول. أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية الصينية لعام 2020 تأجيل الدورة إلى أجل غير مسمى، وذلك في عقاب تفشي فيروس كورونا الجديد. كان من المقرر أن تقام الألعاب في منطقة مونغوليا في فبراير المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. مشاهدينا، إلى أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا اثنين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة.
مشاهدينا الكرام، بأخبار الطقس نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة من الأخبار. لم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يتلقى وسام سان جورج الألماني تقديرا لجهوده في تحقيق الأمن والتنمية بمصر. عشرة المصابين في مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من المدن العراقية. واستنفار في مطارات العالم بسبب فيروس كورونا، والصين تبدأ في تطوير لقاحات مضادة للفيروس. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.